السلام عليكم، شحويلكم، ان شاء الله نهاركم مبروك البنات، وان شاء الله يا ربي في صحه وفي خير ونعمه الناس الكل. هكا اليوم باش نعديو نهارنا بحذا الوالده باش طيب لنا فطور مزيان. هكا كيما قاعدين نشوفوا تعمل لنا في الكروم، ويا امي ان شاء الله نهارك مبروك. عيشك يا ويسلموا عليك البنيات الكل. وباش نعطيكم البنات اليوم طريقه الكروم بالمحشي، طريقتها هي طريقه مزيانه وياسر بنينه جاها. حاسين مسلم يديتها وسلم قليبها. اول حاجه هكا كيما قاعدين نشوفوا البنات، حطت الكرويس الكروم في الماء. اول حاجه الماء يغلي، يا يلزم باش يتحل، باش يتحل وتعاودوا تحطوا فوق القاس هكاك بالوريقه بالوريقه. هكا باش تبدا الورقه هكا رطبه البنات، وتنجم باش تنجم تروليها نقولوا احنا وتدورها. شفتوا هذه طريقه ياسر مزينه، وامي تعمل بزايد. راح نعمل بزايد باش نحطوا الجزر قاسات، شوف اللي يخدم هذا للي يتخدم. هذه البنات راهي امي تخش عليها تخدم. شوفوا البنات راهي امي تحمل كميه كبيره وتخبيه في بيت الثلج، وقت اللي حاشتها تمدو تحط في الكوشه وتطيب مرقتها عاديه كيما الفلفل المحشي زيدا. تعمل بزايد هاكا وين تبدا في الليل ما عنديش عشيه ولا حاجه، تمدك الكعبتين هي وبابا كعبه بطاطا وكعبه وكعبه بطاطا. والسلام عليكم. شفتوا يساعدوا هذه وصفه للي خاصه اللي يخدموا القحابه. تحضر اي خاطر فيه قاعده يزمك تقعد له نهير هكا كي تحب تعمل هكا بزيت. هي مسكنا كلمتني امي قالت لي قاعده نعمل فيه، قلت اي خليني اي قلت خليني نصور الوصفه نتاع الوالده وماني نعدي نهاري معاكم هكا. ندخل فطير حاضر ونلقى فطيره حاضره خدم في مخي. شو باش نعمل؟ شفتوا البنات هكا كي تبدا سخونه تنجم سهله. شوفوا محلاه هكا عاد باش ننظف لك الدار يا بعد شوي نرتبها لك ونردها لك مزيانه. خيجي هو فطور بلاش من الصباح انا والكوجين. امين تعلم ميتي به تنور. نوريكم البنات شنو حضرت امي من بعد. حضرنا غادي على الطاوله اللحم وكل هكا هاو حسين نحلوهم الكل ونوريكم الحشوه نتاعنا لليوم. يزي خيرات اللهم صل على النبي. احنا والحشوه عندنا راسي. هذا اللي تعمل سلاطه. اي هذا يجي سلايطة سلايطة القلب نتاعها شوية من الورقة شوية ما تعطيش. هذا يجي سلايطة البنات. أنت تحطي هي بصحة تطلع. إيه هاو هاو هاي هذا ما فرقش نهر القلب باش كي تحط الكعبة تكا 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 مريقلة. هذا الحشوة البنات مع دنوس وبصل كما بتبيع اللي عندها شوية تعمل شوية ومش تحطوا أمي بالحمر على الوش. قطع شوية قطع شوية عظم مصمود زيدا. هذه للمرقة بطاطا وبصل كبير للمرقة، يعني بعد ما نكملوا نعملوا هكا الكرنب نعملوا مرقتنا في الكوش. واللحم هكا نقصوه بالمقص تريفات تريفات. طبعا في الجفاو حلو هيك. اي وهذا يصلح اللي يقعد يعني يحطوا قرصوا كي حياته حياته يحطوه بالثلج ولا يقعد له اللي حاب يمدك القرينات لها يسلم يسلم فكرتك ومحليك. يا في الكوش يمشي يخدم عارف ربي يعينهم ان شاء الله تبدا تخدم مسكنا في الدار هذاك الشارع ودا ربي يعينها ان شاء الله. امراه خدمتين عندها ربي يعينها والله ربي يعينها مادام تخدم لوليداتها ولجورتها ربي يهديها ويصلح حالها ويرزقها من عند ربي بركة عشان ترزقها البركة الفايدة أيه. بالبركة والعمل الصالح. أي واش بثوابه كان معلمة عندها ثواب، كان أستاذة عندها ثواب، كان طبيبة عندها ثواب، حتى خدامة اللي يجي حتى اللي في المعمل حتى في البلدية عندها ثواب كبير والله والله كل إنسان يخدم واللي خاصة أنك اللي تنظف وتعمل هذيك السطرة لوليداتها الحمد لله الحمد لله. مادام تلوج على السطرة ربي يسترها الدنيا وآخرة. أنا نقول هذاك وكل امرأة تلوج على السطرة ربي يسترها وتلون في عمرها تعمر دورتها وتعاون لها بوليداتها وتعاون راجلها حتى بالحذاق الا ما تخدمش حتى بالحذاق حتى بال تعاونوا حتى بالحذاقه اه تستحفظ على وليداتها على رزق رويجلها. بعد ما رشد بالسوق تعمل بيدها تعاون تعاون بالكتب بالكتب حتى بالحذاق حتى قاعده في الدار حتى بالدار يلي تسمع فيا وقاعده هكا متغطيه بالكوبيرت قاعده هكا تقول لي انت قاعده تعاون بالترطيب والتنظيف مش تقول هكاك وبرا قاعده ما نعمل في شيء. لا انت تعمل كل شيء الدار خاصه تبدا في الدار مسؤوليه اكبر بثوابها بثوابها طيب وتصنف وتنظف
الدين والنية، تقول أني اليوم طيب وليداتي يا ربي كما يقولها هذيك النية زاد البركة لكل حاجة بثوابها. حتى قوم الصباح والنية حتى شربت الماء لوليداتك، تقول هذوك لله ربي هذول ما نعطيهم لأني قايمة بواجبي. ربي يحفظكم لأمات الكل، يا ربي يحفظ الزادة كل صبية اللي ميمتها هكا تبدا تسوي وجوه في الدار، وربي يهديها وربي يهديها ويرزقها ولد الحلال إن شاء الله. أي خلينا نكملوا نقصوا عاد الحيمات ونرجعوا لبنات نعملوا نكملوا نفوحوا عاد الخلطة نتاعنا. أي البنات حضرنا الفحات، فلفل أحمر، نعناع شايح، فلفل أكحل، كركم، ملح، تروية وتبل هكا هو. هكا الفحات ظاهرين وسهلين، شو باش نحطو آخر يا ذي عظم صمود زيدا البنات باش نحطوه معاه. وهذوم لي الفحات باش نحط مقصينا هنا اللحم البنات والبصل والمعدنوس. كيما قلت لكم عملوا كمية صغيرة كي تبداو حاجتكم بتريفو برا، أما احنا خاطر عملنا برشا وكا كنعاود لكم نعناع شايح، فلفل أحمر، تابل وكروية وملح وكركم وفلفل أكحل. ولهنا باش تحط امي عظمه زيدا انا اللي حاش انت والحشوه، انت والحشوه انت والحشوه باش تطيب اه باه حتى فاحه من الحل باه. بسم الله حطينا الفاحه في شي طماطم كيما الدواره اهو، اي كيما الدواره نعناع وكل شيء حاضر كي الدواره. حطوا شويه زيت في البرامج لا ما حطش زيت خاطر نحط فيه عظمه باش تلم باه. هذا المعدنوس ردوا الصح هذاك، وهذا البصل بزايد خدم عمل بزايد انت واللي يحبون ريحة بدات تطلع يا خيري يا وخيتي. تشبه للعصبي اذا ما هذا شنو واش اكل عندها كبده تحط كبده زيده كبده وكل شيء يجي كبده وكلاوي وليا اي خاصه شويه كشحم اللي فوح نعم نحطه في الاخر باش ما يترفسش. باه بشويه بقى راه مش اخذها عندك اي مش برشا انت والحشوه نتاعك هنا باش نلمو بيها وبر نلم هكا باش ما تحرطش الحاجه تحلش الكعبه تحلش اللي تحلش هاي الدوره ان شاء الله ولا كلها تشكاو قمطه اي بابا العمده في التقميط على البنات نتاع الكروب. هيا جربوها للعشاء للفطور معروفه هي وسهله الحقيقه. ينجموا نعملوه كسكسي يا نجربوش حط في الكوشة احنا كديما في الكوشة نعملو اما ما نصورو حتى عادش بيه مرقة متاع كسكسي هكا وكعبات كرنب محشيين. نجرب اني مرة جاي نجرب نحب اني نجرب ديما كي تجيني بنينة وكل علاش ليه تنقلكم عليها البنات كان جاتني بيه بالكسكسي تنقلكم خاطر نصورها تجي بنينة كل عصبان كي كسكسي بالعصبان يجي اما فيه الكرنب اللي عنده ريحة اي عنده ريحة سبيسيال الكرنب اما ميسالش نبدلو شوية يا عين بدو الوريقات وريقات الكرنب ونحضروا القاعدة نبدو نلفو لهنا البنات باش نفوحوا المرقة نتاعنا نحطوا فلفل احمر زيدا مرقة عادية هي في الكوشة الراديون كالعادة البنات أموره في الساتيليت مريقل أو كساتيليته في الشارع أموره واضحة ويمشي مية مية. هذيك الملح باش نحطو توا أي بالطبيعة طماطم معجونة حطينا مغيرفة وهذه المغيرفة الثانية حطينا الزيت وخلط هكا هاو فلفل نحطوه في الاخر فلفل اخضر باش يفوح ايه حب وين كي قر زيتها نرمي قرين فلفل في الاخر هكا حطوا ماء سخون البنات
ديما الماء سخون باهي وبني. اي من بعد تحطوا الكرنب نتاعنا اللي حشيناه. نبداو البنات نعملوا الكرنب نتاعنا. ها هاك الكعيبه اتشره هاك كيكه مغيرفه عبيها. ونعملوا كردون تشدوا بها اكرهو وكي تيب تشد رويحت فيها شيء. نكمل توا نعمر زاد اني مع امي عبيت الكرومب ونرجع لكم. ونفطروا مع بعضنا وما احلاها وما احلى لمتنا ديما نتوما معانا ربي يحفظكم. سيروا البنات لهنا هذا باش تخبيه امي من بعد تخبيها في بيت الثلج على روحها. واني باش نمشي ندخل توا للصاله كنظفها شويه ونرتبها شويه شويه مش برشا خاطر زينه ومرتوبه. We'll be right back.
على محلها وكملت العشوية البنات وروحت. حسيلو شالله جيبكم الفيديو بتاع اليوم ونيري ذاكم كان خفيف وظريف هكا ما تفلوش علينا بك الضغط على زر الاعجاب كان عجبكم بالطبيعة والاشتراك في القناة. مرحبا بكم الناس الكل، خليكم توا البنات ان شاء الله في فرصة اخرى نتقابلوا وفي ساعة سعيدة باذن الله وفي روتين جديد. خليكم نقول لكم ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. باي باي.